ما كانش ده بس كلامنا عن مباراه اسوان، لكن كان في تغييرات حصلت فنيه في الملعب، وكانت النتيجه 2-0 ثم 2-1 ثم 3-1. طبعا امر زي ده خلى الكابتن رضا عبعال كالعاده يدور على اي نقطه ينتقد فيها المدير الفني بيتسو موسيماني، وكان له تعقيب حابين نسمعه. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الشوط الاولاني كان كويس. اول ما بتخش العبقريه في التغييرات الماتش بيتقلب، وكان هيتعادل بتغييراته الجهنميه العبقريه اللي هي بتقلب الماتش ضده. ليه تغييراته ليه؟ ايه اللي اعترض؟ طب خلينا نبدا بالتشكيل. كسبان 2-0 والفرقه ماشيه كويس قوي، واسوان بتجاهد ان هي توصل لل 18 بتاع النادي الاهلي. اول ما غير اختلف، اسوان هدفت وكان هتضيف الهدف الثاني لولا علي لطفي. هي محاوله لانتقاد بيتسو موسيماني على اي شيء، اي مباراه لازم ادور على اي شيء انتقد بيه بيتسو موسيماني، والامر مقرر. الامر مش مباراه بديك حقك ومباراه بتكلم معاك فني، كمان في فرق كبير جدا بين مع احترام لكل المحللين اللي بيتواجدوا في الاستوديوهات والمدير الفني. المدير الفني ده اللي معاه جهاز بيطلعوا على كل الاحمال البدنيه لكل لاعب، عنده مدير فني ما بيفكرش في مباراه 90 دقيقه وبيقيم مباراه 90 دقيقه، ده مدير فني عنده ضغوط من المباريات وعدد من المباريات قادم بيكون بيشغل تفكيره في المباراه دي. واضح جدا ان انت عندك 8 مباريات هتلعب كل 3 ايام، فبالتالي في مجهود بدني وفي استنزاف بدني وفي لعيبه اصلا عندك ما تمش راحتها خلال الفتره الاخيره، فطبيعي جدا ان تكون التغييرات يا كابتن رضا عبعال مش بتفكير 90 دقيقه، لا ده بتفكير لاعب بيلعب او مدير فني بيلعب موسم. فده فرق واضح جدا بين مدير فني وبين محلل، وربما انا مش عايز اظلم بعض المحللين لان بالتاكيد في محللين كتير بيتواجدوا في الاستوديوهات بيبقوا واخدين بالهم المدير الفني بيفكر ازاي. يعني هنا بالنسبه لكابتن رضا، لو هو كلامه مع الماتش ده ممكن احيانا ما تكونش على درايه بفلسفه المدير الفني في المباراه، فلما تسمعها ساعتها يكون عندك الرد وعندك المنطق بتاع تغييرات المدير الفني. ولكن هي المباراه اللي قبلها انا لازم اقف عند تغييرات موسيماني. موسيماني مباراه الانتاج واحده من افضل مبارياته في التغييرات منذ ان وطأت قدمه النادي الاهلي. في الدقيقه 65 لما تقدم الانتاج بنتيجه 2-1 تغييرات موسيماني كانت عبقريه بخروج بنون وتمركز ديانج وتوظيفه داخل الملعب، وعمل حاجه رائعه جدا بفكره ستريتشنج ذا فيلد، فتح الملعب على مصراعيه يعني زي ما بنقول بوجود معلول في جبهه مع وحيد، وحسين الشحات رجع باك يمين وحط مثلث من مروان وشريف وبوليا ولعب على العرضيات لان ما كانش فيه وقت للتحضير، عمل كل حاجه تختصر زمن الهجمه في كره القدم، فسجل هدفين لحسين الشحات في الدقيقه 85 وهدف لبوليا في الدقيقه 94. اين انت يا كابتن رضا عبعال من هذا التحليل المنطقي لتغييرات المدرب؟ ولكن فيما يخص مباراة أسوان مدرب كان عنده فلسفة واضحة في تغييراته. نطلع ونسمع من موسيماني نفسه رده على تغييراته داخل المباراة. التغييرات اللي عملناها النهارده مش عشان نكسب المباراه، لان احنا كنا كسبانين 2-0 كنا متقدمين 2-0 وده التغييرات كنا بنعملها ما كناش مضغوطين، واحنا بنعملها ما كانش عليها ضغوط. If you don't give Metwalli a chance to play after such a long time on a match like this, which match are you going to give him? الماتش زي ده كسبان 2-0 مش هتدي فرصه لمتوالي يلعب وياخد ثقه بعد فتره غياب طويله، هتديله امتى؟ And it's good for him and his family, he plays football now. كويس ليه ولعيلته انه خلاص بدا ياخد ثقه ويرجع يلعب تاني. And Saad also give him a chance to play. وسعد برضه ادينا فرصه مشاركه سعد سمير. وحيد give them a chance to play. وحيد برضه محمود وحيد. So all the subs, to be honest, we're not the subs because we want to score. منتهى الامانه احنا التغييرات ما عملناش تغييرات عشان قاعدين نسجل. We have to give other guys a chance. كنا عايزين ندي فرصه للاعبين تانيين بوعد ان هم يشاركوا ياخدوا زمن مشاركه. We've been playing three games in a row, so the players have been tired. وطبعا عشان بنلعب 3 ماتشات ورا بعض في وقت ضيق فاللعيبه تعبانه. شفتوا شريف تعبان ازاي؟ محمد شريف مرهق يعني. Okay, he scored, but he's... هو سجل بس طبعا تعبان. So hope this break will give him a little bit of a chance to recharge the battery. هو مدي فتره البريك اللي جايه دي اتمنى فتره التوقف دي اتمنى ان احنا يستغلوها ان هو يبقى فيها راحه يستريح. شريف will always score when he's opportunity. دايما بيكون بيجي له فرص بيسجل على طول.
موسيماني من اهم مميزاته كمدرب ان هو مدرب بيعمل روتيشن، مدرب عنده وجهات نظر للمرحله القادمه، ما بيبصش ابدا تحت رجله. لاعبين قال زي سعد سمير ومحمد محمود لو ما خدوش الوقت ده، هم كمان معاهم محمود وحيد، هياخدوا وقت امتى؟ محمود متولي مش محمد محمود. متولي ما كانش عنده اي فتره يقدر يجهز فيها مجموعه اللاعبين دول غير في الدقائق المحدوده دي يا اسامه. انا في نقطه طبعا غير اللي احنا اتكلمنا فيه من فكره المدير الفني اللي بيبص على الموسم، انا ببص على المدير الفني اللي بيقول بوضوح ان محمود متولي هيكون سعيد النهارده هو وعائلته. بيتسو موسيماني بيجيد بشكل كبير جدا التعامل النفسي مع لاعبيه، بيتعامل معاهم في جو اسري، وبالتالي اللي احنا استعرضناه من لقطات بواليا ومحمد شريف وكهربا وحسين الشحات وبيكمله بيتسو موسيماني، بيعرفك قد ايه ان بالفعل هناك شيء في النادي الاهلي يسمى عائله النادي الاهلي. الامر مش بس مجلس اداره، لا كمان جهاز فني ولاعبين. يا رب تكمل كل اللي احنا بنعمله ده بانتصارات وبالفوز بالالقاب او استمرار الفوز بالالقاب، لان الحقيقه من اول ما جاب بيتسو موسيماني الحمد لله وبيحقق كل الالقاب. فدي كانت لقطه مهمه فارس الجانب النفسي اللي بيشتغل عليه بيتسو موسيماني. طبعا وموسيماني زي ما قلنا هو دايما صديق للاعبين بعكس مدرسه فايلر، مدرب جيد جدا ولكن كان علاقته باللاعبين مختلفه، ودي مدارس موسيماني دايما هو صديق اللاعبين والداعم ليهم. نشوفكم بعد الفاصل في مثل هذا اليوم، هتفهموا معانا بعد الفاصل.